الطيران اليمنية والعالقون مشكلة قديمة تتجدد منذ عامين أو أكثر. الشركة اليمنية والمسؤولين اليمنيين كذابين نصابين. على أبواب المطارات يقف اليمنيون عالقين في رحلة الإياب التي تبدو أبوابه موصدة في وجوه العابرين والواصلين. إذا ما تعلق الأمر بمأساة السفر من وإلى اليمن منذ الانقلاب والاجتياح. قرار جديد للخطوط الجوية اليمنية بحسب مذكرة رسمية يتضمن إشعار شركات الطيران بعدم قبول أي ترانزيت إلى مطاري عدن وسيئون عبر مطار القاهرة الدولي، عبء مضاعف على محنة السفر بالنسبة لليمنيين، يضاف إلى الملابسات التي تحيط أحداث المطارات الواقعة في نطاق المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الشرعية. العب عليهم هانونا وهانو نفوسهم، هؤلاء يسحبوا على نفوسهم. من هو من حكومة؟ المواطن المسكين كم اللي تصرفته ما يتبهذل. ليشكو العالقون وغالبيتهم من المرضى من نفاد أموالهم وانتهاء فترات إقامتهم في الكثير من البلدان، وصاروا ملزمين بمغادرتها. عالقون هذه المرة بقرار من شركة الطيران اليمنية يحرمهم من حقهم في السفر دون أن تحرك الحكومة أي ساكن تجاه مواطنيها في مطارات وبلدان العالم. الأزمة التي يعيشها المسافر اليمني في ظل الإشكالات التي تبرز بين فترة وأخرى في مطار عدن الدولي الذي كان من المفترض أن يكون ملاذ اليمنيين الأول، تلقي بظلالها على أداء الشرعية فيما يتعلق بحرية حركة المواطنين سواء في المطارات الداخلية أو الخطوط الجوية اليمنية، وهو الأمر الذي يضع الحكومة الشرعية موضع المساءلة أمام الفشل الذي يصاحب أداءها المؤسسي، ويضع أكثر من علامة استفهام حول مستوى شعورها بالمسؤولية وجهودها في خدمة مواطنيها في الداخل والخارج.